السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. النهاردة موضوعنا هنتكلم عن العالم الإسلامي. العالم الإسلامي أو الأمة الإسلامية ليها معاني مختلفة، في معنى ديني والمعنى الديني اللي دوت بيبقى إسلامي، فإن الأمة الإسلامية تشير إلى أولئك الذين ينتمون إلى تعاليم الإسلام. ده المعنى الديني أو الإسلامي، إن الأمة الإسلامية بيكون دينها هو دين الإسلام، وبتنتمي لتعاليم الإسلام، بتخضع تحت الدين الإسلامي. ده بالمعنى الديني. بالعالم الإسلامي هم الدول اللي بتبقى خاضعة، أو الناس اللي بتبقى على دين الإسلام وتعاليمه. وطبعا بيتقال على الناس ديت هي المسلمين، يعني المسلمين هم الناس المؤمنة بالدين الإسلامي وتعاليمه. أما المعنى التاني فهو المعنى الثقافي. بالعالم الإسلامي ليه معنيين زي ما قلنا، معنى ديني ومعنى ثقافي. المعنى الثقافي عبارة عن الأمة الإسلامية اللي بتشير فيه إلى الحضارة الإسلامية. يبقى يوم ما أتكلم عن الحضارة الإسلامية معنى كده إن أنا بتكلم عن ثقافة. يبقى لما أقول النهاردة العالم الإسلامي لازم أعرف العالم الإسلامي ده له معنيين. هل أقصد لما يكون بتكلم وأتكلم عن العالم الإسلامي لازم أخد بالي وأفرق بين إنه له معنيين، معنى ديني ومعنى ثقافي. المعنى الديني هو زي ما قلت لكم العالم الإسلامي ده عبارة عن الناس اللي بيشير، يعني المعنى دوت إلى من يتبع تعاليم الإسلام وعلى دين الإسلام اللي هم المسلمين. أما العالم الإسلامي من الناحية الثقافية فهو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الحضارة. عبارة عن الحضارة، لما أجي أتكلم عن الحضارة الإسلامية يبقى هنا أنا أقصد العالم الإسلامي من الناحية الثقافية. ولازم أعرف الفرق بينهم كويس جدا جدا جدا. لازم أعرف الثقافة الإسلامية بتاعتي، وأعرف معنى العالم الإسلامي، تعريفه من الناحية الثقافية ومن الناحية الدينية. لازم أعرف أفرق بينهم وأعرف أعرفهم كويس جدا جدا جدا، وما اتلخبطش بينهم. انت عندكم النهاردة الأمة الإسلامية ديت أو الحضارة الإسلامية باستثناء غير المسلمين، يعني اللي مش مسلمين ما عندهمش حضارة إسلامية، كلهم بيعيشوا في كنف تلك الحضارة. كل المسلمين بتعيش في كنف الحضارة الإسلامية. في عندك جغرافيا سياسية، بمعنى الحديث إلى الجغرافيا السياسية ولاية الأمة الإسلامية، وده بيشير إلى المجتمع أو الدول ذات الأغلبية الإسلامية أو الدول والمقاطعات أو المدن. تمام، احنا عندنا في الخرائط هنا مثلا بالأخضر الغامق ده هتلاقي دول إسلامية معظمها كلها مسلمين. تمام، وكل ما اللون فتح كل ما المسلمين قلوا في الدول ديت. تمام، ده الشكل الجغرافي السياسي. على الرغم من ان مفيش فرق كبير بين التعريف في العالم الاسلامي الثقافي والديني او المعنيين، ممكن يبقوا قريبين مع بعض او ندمجهم، لكن لازم نعرف نفرق بين الثقافة وبين المعنى الديني. يعني أنماط الحياة الإسلامية بتؤكد الوحدة والدفاع عن إخوانهم المسلمين في المدارس والفروع، وفي خلاف بين السنة والشيعة في النقطة دي. على سبيل المثال في الماضي مثلا وحدة الإسلام والتيارات القومية أثرت على الوضع في العالم الإسلامي، كان ليها دور. اعتبار من عام 2010 أكتر من 1.6 مليار أو نحو 23.5% تقريبا من سكان العالم هم من المسلمين. ده حسب النسبة المئوية من مجموع السكان في المنطقة يعتبرون أنفسهم مسلمين. في 24
1% و8 من 10 مسلمين في آسيا أو أقنوسيا، وكمان في 91% و2 من 10 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و29.6% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. عندنا كمان حوالي 60% من المسلمين في أوروبا، آسف، 6% في 6% من المسلمين في أوروبا. الصفر يودينا في داهية. عشان أكون دقيق معاكم، 6%. الحمد لله المعلومة زلت لساني، يعني زي ما بقول. في عندنا كمان 6% من 10% في الأمريكيتين، في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، مش كتير، في 6 من 10، والنسب دي يعني تعتبر في نسب 2014 اللي أنا بقولها النهاردة دي، نسب في الفترة مش من زمان قوي يعني، لكن مش حديثة، مش بتاريخ النهاردة يعني. احنا عندنا النهاردة اتكلمنا عن العالم الإسلامي، تمام، عرفنا ان في حاجة اسمها عالم إسلامي ثقافي، تمام، وعرفنا العالم الإسلامي من الناحية الدينية، وشفنا الخرائط، وشفنا شكل الدول الإسلامية اللي منتشر فيها الإسلام، وعرفنا نسب المسلمين في العالم بالنسب العالمية لعام 2014 كانت كام بالظبط في المية من المسلمين في سكان العالم. أحب أدخل معاكم النهاردة كمان في التاريخ الإسلامي. في خريطة إسلامية قديمة جدا، أتمنى إن أنتوا تعملوا سيرش عليها، اسمها نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. للأسف ما عنديش ليها صور دلوقتي. ديت رسمها واحد إدريسي كان سنة 1154، والخريطة دي واحدة من أكثر خرائط العالم القديم، يعني قديمة جدا جدا جدا. كتب الإدريسي أيضا في المجتمعات الإسلامية المتنوعة الموجودة في مختلف الأراضي. هندخل في التاريخ الإسلامي دلوقتي. التاريخ الإسلامي ده بيتضمن تاريخ العقيدة نفسها الإسلامية كدين وكمؤسسة أيضا اجتماعية. بدأ التاريخ الإسلامي في الجزيرة العربية مع النبي الإسلامي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت تلاوات القرآن الأولى في القرن السابع في شهر رمضان المبارك. ومع كده الإسلام تحت الخلافة الراشدة يعني شهد نموا سريعا جدا، وتوسعت قوة المسلمين الجغرافية، وامتدت إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية في شكل إمبراطورية إسلامية واسعة، مع مناطق نفوذ اللي امتدت لغاية شمال غرب الهند، عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصلت كمان لحد جنوب إيطاليا وشبه الجزيرة الإيبرية لغاية جبال البرانس. بعد قرن من وفاة آخر نبي محمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آخر بعد وفاته بقرن، والإمبراطورية الإسلامية امتدت من أسبانيا في الغرب إلى السند في الشرق. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرن، خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، امتد الإسلام لغاية بعد أسبانيا، وصل لغاية غرب السند في الشرق. الإمبراطوريات اللاحقة مثل تلك التي في زي مثلا العباسيين والفاطميين والمرابطون والسلاجقة وأجران وعدل وسلطنة الورسنجلي في الصومال والمغول، كل الإمبراطوريات دي، الدولة الصفوية في فارس، وعندك العثمانيين في الأناضول، كانت كل الإمبراطوريات دي بين القوى المؤثرة والمتميزة في العالم. دول كانوا أشهر ناس مؤثرة ومتميزين في العالم في الفترة اللي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرن. كده احنا اتكلمنا النهاردة عن العالم الإسلامي وعن تاريخ العالم الإسلامي بشكل مبسط جدا،
انتظروني بالحلقة القادمة إن شاء الله، هنتكلم فيها عن الثقافة الكلاسيكية الإسلامية من العصر الذهبي للإسلام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.